اسمي محمد عبد الله حنتوش، أدرس في الصف الأول الثاني. كنت مش برضى أجي المدرسة، وكثير من الطلاب كانوا يتغيبون في هذه الأوقات. الدراسة كانت صعبة جدا، عندهم الصعوبة الواحد يدرس في الحر. حتى من ناحية أخرى المدرسين كتر الحر طفشون. أما بالنسبة للمراوح كانت أما حبة تعطى شدة الحر، أما حبة تفصل، أما حبة ما تشتغل. حماد الطلبة كانت عندهم ليمها نظيفة ومن ما مقطوع اليوم. عندهم الواحد إنه عم يقضي حاجة فوقه ما يستطيع. التعليم حق من حقوقنا، ولكن أبسط أشياء لم تكن متوفرة لنا. بالأمانة غمرتني شعور رائع، لأن جمعية رعاية الأسرة ركبت لنا طاقة شمسية صيانة جديدة. شيء جميل لأننا أستطيع الحضور المدرسة والكهرباء الأفصل، لأني عندما أدخل الصف والكهرباء الأفصل أحس بنفسية جيدة للدراسة. كل الشكر والتقدير لجمعية رعاية الأسرة وطاقمها على بذولهم لإحياء هذه المدرسة.